الرحمن الرحيم، طلبة الصف الثامن إعدادي، إزيكم حبايبي؟ هنكمل مع بعض يا أولاد نتائج نظرية واحد. حلينا نص التمرين قبل كده، النهاردة هنكمل النص التاني إن شاء الله. النتيجة يا أولاد كانت بتتكلم عن مساحة المثلث، علاقة بين مساحة المثلث ومساحة متوازي الأضلاع. أخدنا قبل كده إن مساحة المثلث بتساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل القاعدة المشتركة. وصلنا للتمرين رقم 12، بيقول لي في الشكل المقابل يا اولاد ا ب ج د وه ب ج واو متوازيه اضلاع. عندي بقى هاء تقاطع ج د في نقطه لام، وعندي د بتنتمي ل ا واو، وه بتنتمي ل ا واو قطعه مستقيمه. عايزين نثبت ان مساحه المثلث ا ب لام بيساوي مساحه المثلث واو ج لام. اول حاجه يا اولاد في الحمل هنلاحظ ان المتوازي ا ب ج د والمتوازي هاء ب ج واو مشتركان في القاعده ب ج، وعندي أ واو يوازي ب ج، إذا مساحة المتوازي أ ب ج د بتساوي مساحة المتوازي هاء ب ج واو. بعد كده ألاحظ المثلث الأحمر ده والمتوازي اللي هو أ ب ج د مشتركين في قاعدة واحدة. أقول بما أن متوازي الأضلاع أ ب ج د والمثلث أ ب ل مشتركان في قاعدة واحدة اللي هي أ ب، وعندي لام بتنتمي للقطعة د ج ود ج بيوازي أ ب، إذا مساحة المثلث أ ب لام بتساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د. بعد كده المثلث الأزرق والمتوازي ب ج واو هاء، أقول بما أن المثلث لام ج واو والمتوازي هاء ب ج واو مشتركان في القاعدة ج واو، وعندك ج واو توازي ب هاء ولام تنتمي للقطعة ب هاء، إذا مساحة المثلث ج واو لام بتساوي نص مساحة المتوازي ج ب هاء واو. دي علاقة تلاتة. أقول من علاقة واحد وعلاقة اتنين وعلاقة تلاتة نجد أن مساحة المثلث أ ب لام بتساوي مساحة المثلث لام ج واو. البرهان معانا أهو يا أولاد مكتوب. خطوات الحل، بما أن متوازي الأضلاع أ ب ج د ومتوازي الأضلاع هاء ب ج واو مشتركان في القاعدة ب ج، و ألف واو توازي ب ج قطعة مستقيمة، إذا مساحة المتوازي أ ب ج د بتساوي مساحة المتوازي هاء ب ج واو. وبما أن المثلث أ ب لام والمتوازي أ ب ج د مشتركان في القاعدة أ ب، ولام تنتمي للقطعة د ج، إذا وعندي كمان أ ب يوازي د ج يا أولاد، إذا مساحة المثلث أ ب لام بتساوي نص مساحة المثلث أ ب ج د. ماشي. وبعد كده بناخد المثلث بقى التاني اللي هو ج د واو والمتوازي ب ج واو ه بيشتركوا في القاعدة اللي هي ج واو، وعندي ج واو بتوازي ب ه، إذا مساحة المثلث ج واو لام بتساوي نص مساحة المتوازي ه ب ج واو. من علاقة واحد واتنين وتلاتة بنجد أن المثلث أ ج لام مساحة المثلث أ ب لام تساوي مساحة المثلث لام ج واو. ده المطلوب الأولاني. في مطلوب تاني يا حبايبي ركزوا كده. رجع قال لي اثبت بقى إن مساحة الشكل أ ب ج لام ده بتساوي مساحة الشكل واو ج ب لام. ده عشان نثبتها يا أولاد محتاجين إن احنا نضيف المثلث ب لام ج للطرفين. يبقى في خطوة هنعملها في الآخر خالص، أقول له بإضافة مساحة المثلث، شايفين يا أولاد المثلث ده أهو الأبيض اللي هو لام ب ج، مساحة المثلث ب لام ج للطرفين. طالما هنضيف المثلث ده للطرفين يبقى أنا هستنتج إن مساحة الشكل اللي هو أ ب ج لام هتساوي مساحة الشكل التاني اللي هو مين يا أولاد؟ الشكل التاني اللي هو واو لام ب ج، واو لام ب ج، بس هو المطلوب إثباته. دي كانت الايه الحل بتاع المساله. تعالوا بقى نشوف التمرين اللي بعده رقم 13. المساله رقم 13، المساله رقم 13 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د، ا ب ج د ده متوازي اضلاع يا اولاد، شايفينه ا ب ج د ده متوازي اضلاع، و ا ه واو د ده متوازي اضلاع. بيقول لي في المساله اثبت ان مساحه المثلث ا ب س بيساوي المثلث د واو س. دي زي اللي فات بالظبط. أهم حاجة الأول خالص نثبت إن المتوازي أ ب ج د ده والمتوازي أ ه واو د دول متساويين في المساحة. طب هما مشتركين في القاعدة مين؟ القاعدة اللي هي إيه؟ أ د، شايفها؟ يبقى تاني متوازي أ ب ج د و أ ه واو د مشتركين في قاعدة واحدة أ د، وعندي يا أولاد ب واو توازي أ د، إذا مساحة المتوازي أ ب ج د بتساوي مساحة المتوازي أ ه واو د. يلا نكتب الجزئية دي مع بعض.
يلا يا حبايبي، هنكتب الاول اللي احنا قلنا، هنقول بما ان متوازي الاضلاع الف ب ج د، ومتوازي الاضلاع التاني اللي هو الف ه واو د مشتركان في القاعدة ألف د، بيشتركوا في قاعدة واحدة، وعندي ألف د بيوازي باء واو. إذا مساحة متوازي الأضلاع ألف باء جيم د بتساوي مساحة متوازي الأضلاع ألف هاء واو د. دي علاقة واحد. بعد كده يا ولاد شايفين المثلث الأحمر ده؟ المثلث الأحمر والمتوازي مشتركين في القاعدة ألف باء، بتقول له بما أن المثلث ألف باء سين ومتوازي الأضلاع ألف باء سين دال مشتركان في القاعدة اللي هي ألف باء. ألف باء يا ولاد القاعدة اللي مشترك فيها المثلث ده هو الأحمر، والمتوازي ألف باء جيم دال. خد بالك سين على امتداد الشعاع، يعني عندك نقطة سين دي بتنتمي للشعاع ده الجيم على امتداده يا ولاد، ده الجيم اهو شايفه سين على امتداده، وعندك كمان القطعة اللي هي دال سين، الخط المستقيم دال سين كله بيوازي القطعة ألف باء. يبقى انت هتستنتج ان مساحة المثلث ألف باء سين هيساوي نص مساحة متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال. ادي علاقة رقم اتنين. نكمل مع بعض. المثلث الأزرق يا ولاد، أقول له بما أن المثلث الأزرق اللي هو دال سين واو، والمتوازي اللي هنا بصوا دال سين واو، والمتوازي ده دال ألف هاء واو، ومتوازي الأضلاع دال ألف هاء واو، ها مشتركان فين؟ في القاعدة. القاعدة مين بقى؟ ألف بص كده، بص بص، دال واو سين ودال واو هاء ألف دال واو. أيوة جدعان، القاعدة اسمها دال واو. وعندك تاني برضو النقطة سين بتنتمي لإيه؟ للمستقيم اللي هو ألف هاء، أو تنتمي للشعاع ألف هاء، سين تنتمي للشعاع ألف هاء. إذا المستقيم اللي هو ألف سين ده هيوازي القاعدة دال واو، هيوازيها يا ولاد. طالما هو هيوازيها يبقى هنستنتج ايه؟ ان مساحة المثلث هتساوي نص مساحة متوازي الاضلاع. ليه يا ولاد؟ ها؟ لان المثلث والمتوازي مشتركين في قاعدة واحدة ومحصورين بين مستقيمين متوازيين، ورأس المثلث بتقع على المستقيم الموازي للقاعدة. صح يا ولاد كده؟ فاهمين؟ فاهمين الكلام؟ يبقى اقول له اذا يا ولاد، اذا نسيب بقى دي خالص كده ونكمل هنا ماشي؟ اذا مساحة المثلث اللي هو د س واو هتساوي نص مساحة متوازي الأضلاع اللي هو أ ه واو د. دي علاقة تلاتة. تعالى بقى ندرس التلات علاقات كده حبايبي. علاقة واحد احنا قلنا المتوازي زي المتوازي، وقلنا المثلث الأحمر نص المتوازي اللي هنا اللي هو أ ب ج د، وقلنا المثلث الأزرق نص المتوازي التاني أ ه واو د. طب ما أنت عندك المتوازيين زي بعض، المتوازي بيساوي المتوازي، يبقى المثلث بيساوي المثلث، يبقى انت هتستنتج ان مساحة المثلث ألف باء سين بتساوي مساحة المثلث د واو س. هو مقيد إثباتي. فهمتوا كده؟ بص ألف باء ج، بص في الكتاب معايا. ألف باء ج د وألف هاء واو د متوازية أضلاع، وألف هاء قطوة ج د تساوي ميم، حيث هاء تنتمي لباء واو وجيم تنتمي لباء واو. أثبت أن مساحة المثلث ألف باء ميم تساوي مساحة المثلث دال ميم واو. طيب عندك فكرة للحل؟ اه. إيه اللي هنعمله؟ إن إحنا نجيب الأول مساحة المتوازي، مساحة المتوازي ألف دال جيم واو، ومساحة قصدك ألف دال جيم باء. ألف متوازي ده والمتوازي التاني ألف دال واو ها. جميل، الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول مشتركين في القاعدة ألف دال وتوازي باء واو. جميل، إذا مساحة المتوازي، إذا مساحة المتوازي تساوي مساحة المتوازي ألف دال جيم باء تساوي مساحة المتوازي ألف دال واو ها. جميل، اكتبوا ورايا يا ولاد، شاطر يا ابني. أول علاقة عندنا، أقول له بما أن متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال ومتوازي الأضلاع ألف دال
واو هاء مشتركان في القاعدة اللي هي ألف دال، بيشتركوا في قاعدة واحدة يا أولاد. وعندنا الألف دال بيوازي القاعدة ب واو، يعني الألف دال بتوازي القاعدة ب واو. إذن مساحة المتوازي ألف ب ج دال بتساوي مساحة المتوازي ألف دال هاء واو. تعالوا نكمل بقى على المثلث الثاني، وأقول له بما أن المثلث ألف ب م شايفينه، والمتوازي ألف ب ج د مشتركان في القاعدة، القاعدة اللي هي اسمها ايه؟ ألف ب. وعندك م بتنتمي للقطعة ج د، وعندك ج د بتوازي الألف ب. ها إذا مساحة المثلث ألف ب م نص مساحة المتوازي ألف ب ج د. ها دي علاقة اتنين. يلا مين علاقة تلاتة يقولها يا أولاد؟ المثلث مين التاني؟ المثلث دال واو دال واو مي. ماشي دال واو مي. ها ومتوازي الأضلاع مين؟ متوازي الأضلاع دال ألف دال واو ها. ماشي دال ألف زي ما أنت قلت الأول، دال ألف ها واو، عادي مفيش مشكلة. المثلثين دول مشتركان؟ مشتركان في القاعدة دال واو. دال واو، قاعدة دال واو اهي. تمام. وعندك ايه تاني؟ ايه ميم. ميم بتنتمي للقطعة ألف هاء. ألف هاء و وألف هاء، بما أن ألف هاء توازي دال واو. يبقى هنستنتج ايه يا ولاد؟ ها؟ نستنتج إن مساحة المثلث دال واو وميم تساوي نص مساحة المتوازي ألف دال واو ها. دي علاقة تلاتة. يبقى نستنتج بقى من واحد واتنين وتلاتة نجد أن مساحة المثلث ألف باء ميم تساوي مساحة المثلث دال ميم واو. فهمتوا برهان؟ دي كانت المسألة يا أولاد اللي هي رقم 14. خلاص مفهومة؟ اكتبوا الخطوات دي ضروري جدا. السؤال اللي بعده رقم 15. خلاص كده فهمتوا اللي فاتت؟ طيب السؤال 15 يا ولاد، بيقول لي في الشكل المقابل ألف باء جيم د وألف جيم هاء واو متوازية أضلاع. ركز كده معايا، ألف باء جيم د أهو ده متوازي أضلاع، وألف جيم هاء واو الاتنين دول متوازية أضلاع. عايزين نسبة ان مساحة المتوازي ألف باء جيم د بيساوي مساحة المتوازي ألف جيم هاء واو. عايزين نسبة المتوازيين دول زي بعض، لازم نجيب علاقة بينهم يا ولاد. بصوا يا حبايبي كده، المتوازي اللي هو ألف ب ج د ده شايفينه، في مثلث اسمه ألف ج د شايفينه، الألف ج د ده هو والمتوازي مشتركين في قاعدة واحدة ألف د. ركزوا معايا يا ولاد، هقول تاني، متوازي الأضلاع ألف ب ج د، ألف ب ج د ده أهو شايفينه. تاني يا ولاد، ألف ب ج د متوازي الأضلاع أهو، دي د أهي يا ولاد. عند المثلث ألف د ج، مثلث ألف د ج ده أهو، والمتوازي ألف ب ج د مشتركين في قاعدة واحدة اللي هي ألف د. يبقى أول حاجة هتقول بينا أن المثلث ألف د ج، ألف د ج ده يا صلاح شايفه، والمتوازي ألف ب ج د مشتركان في القاعدة، قاعدة اسمها ألف د، القاعدة اللي فوق دي اسمها ألف د يا ولاد. وعندي ج بتنتمي للقطعة المستقيمة ب ج، وباء جيم بتوازي الالف دال. اذا مساحة المثلث الف دال جيم دي تساوي نص مساحة متوازي الاضلاع الف باء جيم دال. دي اول علاقة. يبقى انت اثبتت ان المثلث اللي هو لون اسود ده من لون اسود نص مساحة متوازي الف باء جيم دال. بعد كده ها المثلث الاسود ده برضه في علاقة بينه وبين المتوازي ده يا ولاد، اللي هو ألف واو هاء ج. من الشاطر يقول لي مشتركين في أنهي قاعدة؟ ألف ج. القاعدة ألف ج، بما أن المثلث ألف د ج والمتوازي ألف واو هاء ج مشتركان في القاعدة ألف ج. إذا مساحة المثلث ألف ج د دي بتساوي نص مساحة المتوازي ألف ج هاء واو.
خلاص يا ولادي، يبقى هما مشتركين في القاعدة. وعندي كمان الألف جيم كانت بتوازي مين؟ الواو هاء، يعني مساحة المثلث بتساوي نص مساحة المتوازي، ده علاقة 2. من 1 و2 نجد أن إيه يا ولاد؟ بصوا المثلث هو المثلث، طالما الأيمن زي الأيمن يبقى الأيسر زي الأيسر، دي قاعدة خد بالك، قاعدة في الرياضة، طالما الأيمن بيساوي الأيمن يبقى الأيسر بيساوي الأيسر، يبقى طالما المثلث زي المثلث يبقى اللي على اليمين زي اللي على اليمين، يبقى الشمال زي الشمال، لأن يعني دي معادلة. خلاص يبقى أنا هستنتج إن مساحة المتوازي اللي هو أ ب ج د هتساوي مساحة المتوازي أ ج ه واو، وهو المطلوب إثباته. ركزوا يا ولاد في المسألة رقم 16، زي ما قلنا المسألة فيها فكرة، أنت عندك دي واو أهيت، ودي أ، ودي كانت د، ودي ص، ودي س، ودي ب، ودي ج، كده الأمور واضحة قدامنا، ودي ه. ها واو ودي ألف ودي دال ص ب ج، تمام. بيقول لي إيه في المسألة؟ الشكل المقابل. نعم. المتوازي. في متوازيات كتير في الشكل. حاول بس تركز معايا عشان ما تتوهش. كل في علاقات، يعني ممكن تقول ها ب ج واو ده متوازي، وألف ب ج د ده متوازي، ودال س ج ص متوازي. في متوازيات كتير في الشكل، وألف ب ج د. بيقول لي بقى هنا أنا متوازية الأضلاع، ركز كده اللي هو طالبه، بقول لك اثبت يعني إن المتوازي ها ب ج واو، ها ب ج واو المتوازي ده يا ولاد اللي هو لو انت ده اللون الاحمر، عايزين نثبت ان المتوازي ده والمتوازي اللي هو الف ب ج د اللي لو انت باللون الاسود ده، والمتوازي كمان اللي هو د س ج ص هلونه بالازرق، د س ج ص اللي هو فوق ده، كلهم متساويين في المساحه. طبعا يا حبايبي الظاهر عندي ان في متوازيين اقدر اجيبهم سهلين، يعني المتوازي اللي هو ه ب ج واو اقدر اثبت ان هو زي المتوازي ا ب ج د، لانهم مشتركين في قاعده واحده ب ج، وعندك ه د توازي ب ج، يعني المتوازي الاحمر اثبتنا زي الاسود. فاضل الازرق بقى عايز اثبته زي الاسود. الازرق ده هثبته ازاي؟ ركز كده معايا وهات لي قاعده مشتركه. بص يا حبيبي، شايف المثلث د س ج ده؟ هنعملها زي المساله اللي فاتت، د س ج د س ج ده مثلث، ها؟ مرسوم على القاعدة د ج هو والمتوازي، متوازي أ ب ج د والمثلث د س ج مشتركين في القاعدة د ج، وعندي س بتنتمي للقطعة أ ب، يعني أ ب بيوازي د ج برضه، تمام؟ لأن هو قال لي في التمرين، قال لي إن القطعة نقطة أ بتنتمي لمين؟ لهاء د، تمام؟ يعني المثلث اللي عندي ده يا ولاد فيه توازي، فيه علامة توازي اهي شايفينها، الد س بتوازي ايه؟ الجيم ص، دي بتوازي القطعة اللي هنا، وده ص بتوازي ده، يعني ده متوازي أضلاع. يلا تاني كده، ها، يبقى المثلث اللي عندك ده اللي هو د س ج نص مساحة المتوازي أ ب ج د. فهمتوا؟ نص المساحة. طيب، وعندك برضو المثلث د س ج نص مساحة المتوازي د س ج ص، لأن مشترك معاه في القاعدة اللي هي س ج، وعندك د ص توازي س ج. يبقى مساحة المثلث خلاص قلنا نص مساحة المتوازي الأزرق، وفي نفس الوقت نص مساحة المتوازي إيه؟ الأسود. يبقى المتوازي الأسود والمتوازي الأزرق الاتنين دول زي بعض في المساحة. أوضح لكم عشان إيه الخطوات، ركز دي فيها خطوات كتير في الحل. ماشي، ركز معايا كده واكتب الخطوات. هنقول أول حاجة يا ولاد إيه؟ بما أن المسألة السهلة المطلوب السهل، بما أن متوازي الأضلاع اللي هو هاء باء جيم واو، ومتوازي الأضلاع التاني اللي هو أ ب ج د، الاتنين دول مشتركان في القاعدة اللي هي ب ج، قاعدة واحدة، وعندك ه د بيوازي ب ج، إذا مساحة المتوازي ه ب ج واو تساوي مساحة المتوازي أ ب ج د، دي علاقة رقم إيه؟ واحد، دي السهلة. ازاي بقى ندخل المتوازي اللي معاهم ده؟ زي ما قلنا يا اولاد حاولوا تفهموا، المثلث د س ج ولو بما ان المثلث د س ج والمتوازي اللي هو لون اسود ا ب ج د، الاثنين دول مشتركان في القاعده د ج، د ج وعندي د ج، د ج توازي ا ب، ا ب، اذا مساحه المثلث دال س ج بتساوي ايه يا ابني؟ ها؟ بتساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د، دي هسميها علاقة رقم 2. تعالى بقى نفس المثلث خده مع المتوازي اللي هنا،
وبما ان المثلث د س ج ومتوازي الاضلاع د س ج ص مشتركان في القاعده، من البطل اللي هيقولها فيكم؟ ها د س، بص كده، بص المثلث د س ج والمتوازي د س ج ص دال س ج ص ودال س ج. القاعده عندي اللي هي ايه؟ س ج، شايفها دي قاعده عندك اهي، قاعده س ج. خد بالك الدال دي راس المثلث اللي تنتمي للايه؟ للقطعه، لان انت واخد دال س ج في المثلث الاولاني، قلنا مساحه المثلث دال س ج بتساوي نص مساحه المتوازي، ودال س ج عايز تثبت انها نص مساحه المتوازي برضه، ها مشتركين في القاعده ايه؟ س ج، شايفها يا ابني؟ في القاعدة ايه؟ س ج. وعندك د ص بتوازي مين؟ س ج، يعني تستنتج اذا مساحة المثلث د س ج تساوي نص مساحة المتوازي اللي هو مين يا ولاد؟ ا ب، لا التاني بقى الجديد اللي هو ايه؟ د س ج ص، ماشي؟ د س ج ص دي اسمها علاقة ثلاثة. عندك ثلاثة علاقات اهم، من واحد واثنين وثلاثة. احنا قلنا يا ولاد ان المثلث نص المتوازي ده ونص المتوازي ده، يعني المتوازيين دول زي بعض، وانت اثبتت ان المتوازي الاسود زي المتوازي الاحمر الاول، يبقى من واحد واثنين وثلاثة نجد ان مساحة المتوازي ا ب ج واو، لا دي مش ا اسمها ايه، هاء ب ج واو تساوي مساحة المتوازي أ ب ج د تساوي مساحة المتوازي د س ج ص. مسألة قوية جدا وفيها شغل. ها فهمتوها كده يا ولاد؟ تمام. سؤال رقم 19 بيقول لي في الشكل المقابل ل م ن ه متوازي أضلاع، ل م ن ه متوازي أضلاع يا ولاد، وبيقول لي برهن أن مساحة المثلث ل ه واو اللي هو الأزرق زائد مساحة المثلث م ن واو اللي هو الأحمر بيساوي مساحة المثلث لام هاء ميم. ازاي نثبتها؟ فكر كده معايا، عايزين نثبت ان المثلث الاحمر وده الاتنين لما نجمعهم يديك مساحة المثلث لام هاء ميم. طب ما انت لازم تثبت علاقة الأول. بص يا حبيبي المثلث، بص كده، بما ان المثلث لام هاء ميم اللي هو قال لي عليه ده اهو، لام هاء ميم المثلث ده، والمتوازي نفسه اللي هو قال لي عليه اللي هو لام ميم هاء، حاول تفهم بقى المسألة دي عشان دي فيها شغل، ركز يا حبيبي كده، المثلث لام هاء ميم ده اهو، والمتوازي لام هاء نون ميم، مشتركين في القاعدة مين؟ قاعدة اهي لام ميم، أقول له مشتركان في القاعدة اللي هي لام ميم، وعندي يا حبايبي نقطة ميم ولا تعالى كده لام هاء ميم، نقطة رأس بقى إيه هاء؟ ما أنا بقول لك قاعدة لام ميم في المثلث، المثلث ده يا ولاد القاعده بتاعته ايه؟ لام ميم راسه هاء، تقول له هاء بتنتمي للقطعه هاء نون، وعندي هاء نون بيوازي القطعه لام ميم، ها هنستنتج ايه بقى؟ ان مساحه المثلث لام هاء ميم تساوي نص مساحه المتوازي لام ميم نون، نص، ادي علاقه واحد، يبقى انت كده اثبت ان المثلث ده يا ولاد لام هاء ميم نص المتوازي، سيب على جنب العلاقه دي. طيب تعالى بص كده، المثلث الاحمر والمثلث الازرق ده هم الاثنين على بعض لو جمعناهم هيديني نص مساحه المتوازي، ليه؟ لان المثلث ل م واو نص مساحه المتوازي. طب ما تيجي نثبتها، تعالى نثبت كده، نقول بما ان، ركز معايا يا حبيب، وبما ان المثلث ل م ن اللي هو الابيض شايفينه، ها والمتوازي مين؟ ل م ن ه، مشتركان في القاعده مين؟ مشتركان لام ميم، وعندي واو بتنتمي للقطعه هاء نون، اذا مساحه المثلث لام ميم نون بتساوي نص مساحه متوازي الاضلاع لام ميم نون هاء. تمام، يبقى المساحه بتاعت المثلث ده نص مساحه ايه يا صلاح؟ المتوازي، يعني البواقي، البواقي ده هم برضه مساحتهم نص متوازي، انت متخيل المثلث الابيض ده نص متوازي، يبقى الجزء الاحمر والجزء الازرق، الاحمر والازرق دول الاثنين دول مساحتهم نص مساحه المتوازي،
لان الباقي فهمت؟ تمام. المثلث الابيض ده اهو نص متوازي، يبقى البواقي برضو ايه؟ ها نص متوازي. فاهمين القاعده؟ ده اذا مساحه المثلث لام هاء واو اللي هو الازرق زائد مساحه المثلث ميم واو نون اللي هو الاحمر بيساوي نص مساحه المتوازي لام ميم نون هاء. دي علاقه رقم 2. الا بص كده علاقه 1 و2 عند الايسر زي الايسر، يعني احنا اثبتنا ان المثلث نص مساحه المتوازي والمثلثين دول مساحتهم مجموعهم بيساوي نص مساحه المتوازي، يبقى طالما الايسر بيساوي الايسر يعني الايمن بيساوي الايمن، يبقى احنا هنستنتج ان مساحه المثلث لام هاء واو زائد مساحه المثلث ميم واو نون بتساوي مساحه المثلث لام هاء ميم. ادي المطلوب اثباته. ادي المساله رقم 19، مساله قويه وفاشله. المساله رقم 20 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضلاع، اهو شايفين يا اولاد ا ب ج د متوازي اضلاع اهو. بيقول لي برهن ان مساحه المثلث الازرق بتساوي مساحه المثلث الاحمر. حد عنده فكره يا اولاد؟ بس كمان هتامل في الشكل. المثلث الازرق بتساوي مساحه المثلث الاحمر. هي صعبة؟ لا. طيب ركز معايا. بس قول له بما انه حاول حاول نجيب علاقة زي اللي فاتت. ركز انا هشرحها لك وهتفهمها ان شاء الله، بس حاول ركز. شايف الازرق ده والابيض الاثنين دول ممكن اثبت ان هما الاثنين نص المتوازي ا ب ج د. ازاي؟ زي اللي فاتت المثلث ده يا اولاد اللي هو حرف الاكس ده ا ب واو نص مساحة المتوازي. بما ان المثلث ألف ب هو ومتوازي الأضلاع ألف ب ج د مشتركان في القاعدة اللي هي مين؟ ألف ب، وعندي نقطة واو بتنتمي للقطعة د ج. ها وعندي إيه تاني؟ د ج بيوازي مين؟ د ج بيوازي ألف ب. ها إذا مساحة المثلث ألف ب واو بتساوي نص مساحة المتوازي ا ب ج د. يا ولاد المثلث الازرق الابيض ده اللي عملت عليه حرف الاكس دي نص متوازي، يبقى البواقي مساحتهم نص متوازي، البواقي اللي هو ده وده اللي هو عليه صح وصح باقي الشكل يعني. اذا مساحه المثلث ا د واو زائد مساحه المثلث ها ب واو ج. ما تسرحوش يا ولاد قولوا معايا تاني. المثلث ا د واو زائد مساحه المثلث واو ب ج من الاثنين دول بيساوي نص مساحه المتوازي ا ب ج د. دي سميها علاقه 1. طيب بص يا حبيبي، شايف المثلث ب ه ج ها والمتوازي ا ب ج د مشتركين في قاعده واحده اللي هي ب ج، وعندك هاء تنتمي للشعاع ا د، يبقى مساحه المثلث ب هاء ج نص مساحه المتوازي. ولو بما ان المثلث ب هاء ج والمتوازي ا ب ج د مشتركان في القاعدة ب ج، وعند هاء بتنتمي للشعاع ا د على ب د، إذا مساحة المثلث هاء ب ج بتساوي نص مساحة المتوازي ا ب ج د. يا ولاد طالما هاء على امتداد الشعاع ا د يبقى انت عندك الالف هاء بتوازي الباء ج برضه، يبقى المثلث والمتوازي مشتركين في قاعده وراس المثلث بتنتمي للشعاع ا د اللي هو بيوازي القاعده. يعني تستنتج ان مساحه المثلث باء هاء ج تساوي نص مساحه المتوازي ا باء ج د. طب ما المثلث ده ممكن نفككه يا ولاد. المثلث اللي عندي ده عباره عن مجموع مثلثين، المثلث الاحمر والمثلث اللي هو ب واو ج د. يبقى انت هتفك المثلث ب ه ج ده كله لمجموع مثلثين، تقول له اذا مساحه المثلث ب واو ج زائد مساحه المثلث ه واو ج الاثنين بيساوي نص مساحه متوازي الاضلاع اللي هو ا ب ج د. دي سماها علاقه 2. من علاقه 1 وعلاقه 2 الايسر بيساوي الايسر، يبقى الايمن بيساوي الايمن. هتقول له اذا مساحه المثلث ا د واو زائد مساحه المثلث ب واو ج بيساوي مساحه المثلث ب واو ج زائد مساحه المثلث ها اللي هو هاء مساحه المثلث هاء واو ج. بص يا حبايبي
طالما دي معادله يبقى الايمن بيساوي الايمن. يعني ممكن اختصر، لاحظ ان المثلث متكرر اهو، مثلث متكرر، يبقى معنى كده انت اثبتت ان مساحه المثلث الف د واو، اهي ولدت انا اوضحها في الشاشه اهو، العلاقتين زي بعض، يبقى المثلث مساحه المثلث الف د واو بتساوي مساحه المثلث ه واو ج، وهو المطلوب اثباتها. دي المساله اللي هي رقم كام؟ رقم 20. مسألة 21 بيقول لي في الشكل المقابل د ب ج واو، اللي عندنا ده يا ولاد ده متوازي اضلاع مساحته 80 سنتيمتر مربع، وه تمتمل القطعة د واو، وألف بص كده يا حبيبي، ألف ج واو س ده متوازي اضلاع برضه اللي فوق ده، عايزين نسبة المثلث ه ب ج اللي هو الأزرق ده نص مساحة المتوازي اللي هو أو بيساوي مساحة المثلث اللي هي الأحمر. طيب دي بسيطة يا ولاد، بص يا حبيبي كده، المتوازي ده والمتوازي التاني نقدر نسبة ان هما زي بعض في المساحة، مشتركين في قاعدة واحدة اللي هي واو جيم اهي، نقول بما ان متوازي الأضلاع اللي هو د ب ج واو ومتوازي الأضلاع التاني اللي هو أ ج واو س، الاتنين دول يا ولاد مشتركان في القاعدة اللي هي ج واو، بص يا حبيبي كده قاعدة ج واو اهي، بيشتركوا في القاعدة ج واو، تمام؟ وعندي القطعة اللي هي ب س ده هي كلها حبايبي بتوازي مين؟ القاعدة اللي هي ج واو، طالما هما محصورين بين مستقيمين متوازيين يعني مساحتهم زي بعض، يبقى مساحة المثلث المتوازي د ب ج واو بتساوي مساحة المتوازي أ ج واو س، دي سماها علاقة واحد. انتوا بقى شطار وهتقولوا لي المثلث ده اهو ازاي نسبة ان هو نص المتوازي؟ يلا يا حبيبي قولوا لي يا سيف، بما ان المثلث ه ب ج والمتوازي د ب ج واو مشتركان في القاعده ايوه ب ج تمام، وه بتنتمي للقطعه د واو، وعندي ب ج بتوازي الباء ج يا حبايبي ها بتوازي القطعه د واو، ادي د واو اهي، ادي د واو توازي القطعة د واو، إذا مساحة المثلث ه ب ج تساوي نص مساحة المتوازي د ب ج واو، دي سماها علاقة اتنين. تعالى بقى قول لي المثلث الأحمر ده أهو، وبما أن المثلث اللي هو لونه أحمر س ه واو ومتوازي الأضلاع اللي فوق اللي هو س أ ج واو مشتركان في القاعدة اللي هي مين؟ س واو، بيشتركوا في القاعدة فوق يا ولاد اللي هي س واو، وعندنا هاء بتنتمي للقطعة أ ج، دول مشتركين في القاعدة يا ولاد، ركز معايا، مشتركين في القاعدة إيه؟ س واو، وعندك هاء نكمل بقى، وهاء بتنتمي للقطعة أ ج، وعندي الأ ج بيوازي س واو، إذا مساحة المثلث س هاء واو بتساوي نص مساحة متوازي الأضلاع أ س واو ج، دي علاقة رقم كام؟ ثلاثة، يبقى من واحد واثنين وثلاثة هنستنتج بقى إن المثلث زي المثلث. فهمتوا يا ولاد؟ لأن المتوازي زي المتوازي، يبقى المثلث زي يعني المتوازي زي المتوازي، ده زي ده، يبقى الأيمن زي الأيمن. أقول له إذن مساحة المثلث س ه واو بتساوي مساحة المثلث ه ب ج، وهو المطلوب إثباته. دي المسألة بتاعتنا رقم 21. المسألة اللي بعدها رقم 22. رقم 22 يا ولاد بيقول لي في الشكل المقابل، ركز يا حبيبي بقى، أ ب ج د مربع وهاء منتصف أ ب. السؤال رقم 22 بيقول لي أ ب ج د مربع أهو، أ ب ج د مربع، وهنا هاء أهي يا ولاد منتصف أ ب، بيقول لي بحيث المربع أ ب ج د ب 48، نقدر نجيب طول ضلع المربع، يعني هو عايز مساحة المثلث أ هاء ج د. تعالى نجيب الأول إيه طول ضلع المربع، طول الضلع بيساوي المحيط على 4 يا ولاد،
طول الضلع يساوي المحيط على 4، يبقى 48 على 4 فال 12 سنتي، جبنا الضلع ب 12 سنتي. طيب المثلث اللي عندي ا ه ج، بما ان المثلث اللي هو ا ه ج والمثلث ا ب ج كل، لاحظ ان الالف هاء قطعه، ها ركز معايا، الف هاء قطعه جزئيه من القطع الف باء، جزء منها يعني. طيب طالما جزء منها وعندك الهاء في المنتصف، يعني مساحه المثلث الف هاء ج هيبقى نص مساحه المثلث كله اللي هو الف باء ج، يبقى مثلث الف هاء ج والمثلث الف باء ج الاثنين دول مشتركين في قاعده واحده، او عندي الف هاء بتنتمي للقاعده الموجوده. يبقى احنا جبنا اول حاجه، حلها تاني يا اولاد معاكم، اول حاجه جبنا الضلع بكام؟ ب 12 سم. تعال نبدا الاول بمساحه المربع، مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يبقى 12 في 12 بكام؟ 144 سم مربع. بما ان هات المثلث الكبير الاول، بما ان المثلث ا ب ج والمربع ده مربع يا اولاد ماشي، المربع ا ب ج د مشتركان، والمربع اصلا متوازي الاضلاع يا اولاد، يبقى بتطبق عليه نفس الافكار، يبقى المثلث ا ب ج والمتوازي ا ب ج د مشتركان في القاعده اللي هي ا ب، وعندي نقطه ج بتنتمي للقطعه د ج، وعندي كمان يا اولاد الالف ب بتوازي الد ج، ها اذا مساحه المثلث ا ب ج بتساوي نص مساحه المربع ا ب ج د، يعني بتساوي نص في ال 144 ب 72 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة المثلث انت جبتها بكام؟ مثلث ا ب ج ب 72. ترجع تقول له بما ان ه منتصف القطعة ا ب ه في النص، اذا مساحة المثلث ا ه ج تساوي نص مساحة المثلث اللي هو مين يا ولاد؟ ا ب ج، لان طالما هاء في المنتصف يبقى انت عندك ج هاء ده متوسط، ومتوسط بيقسم مثلث لمثلثين مساويين في المساحه، يبقى كل مثلث مساحته ب 36 سنتيمتر مربع، واذا بيساوي مساحه المثلث ا ه ج تساوي 36 سنتيمتر مربع، ده المطلوب للتمرين. ادي المساله اللي هي رقم كام؟ 22. المساله اللي بعدها رقم 23 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضلاع محيطه 48 سنتيمتر، ب ج ضعف الالف ب، يعني لو قلنا يا اولاد ان ال ب ج 2 س يبقى الالف ج ب س، انت عندك المحيط بتاع المتوازي بيساوي الطول زائد العرض كل في 2، يعني اقول له س زائد 2 س الكل في 2 ب 48، 48 على 2 فهذا 24، س و2 س ب 3 س، 3 س ب 24 يبقى الس بتساوي 8، يبقى الالف ب طولها ب 8 سنتي ماشي، وعندك القاعده كلها 2 في 8 ب 16، يبقى انت عندك الباء هاء برضه ب 8 والقطعه اللي هنا ايه ب 8، فهمتوا؟ لان الب ج ضعف مين؟ الالف ب، قدها مرتين يعني. وقال لي ان مساحه المثلث ا ب ج كلها ب 56 سنتيمتر مربع. طيب هو عايز ارتفاعي متوازي الاضلاع ا ب ج ده، الموضوع بسيط يا ولاد ركزوا معايا. اول حاجه جاب لك مساحه المثلث ا ب ج، يبقى انت محتاج تجيب مساحه المتوازي. تقول بما ان المثلث ا ب ج والمتوازي ا ب ج د مشتركان ا ب في القاعده اللي تحت اللي هي ب ج، وعندي الالف بتنتمي للقطعه ا د و ا د بتوازي القاعده ب ج، اذا مساحه المثلث ا ب ج بتساوي نص مساحه المتوازي ا ب ج د، اذا مساحه المتوازي ا ب ج د هيبقى ضعف العدد اللي هو جاب يا اولاد 56 بتاع المثلث، ضعف وقده مرتين يعني 2 في 6 ب 12، 2 معايا ال 1، 2 في 5 ب 10 و 1 11، يعني 112 سنتيمتر مربع، دي مساحة المتوازي. تعالى بقى نجيب الارتفاع الساقط، الارتفاع المناظر القاعدة اللي هي ب ج، هنجيبه ازاي؟ هنقسم المساحة اللي هي 112 على القاعدة اللي هي ب 16، 112 على 16 فيها 7، 7 سنتيمتر. بعد كده نجيب الارتفاع المناظر للقاعدة ا ب، الارتفاع المناظر للقاعدة ا ب بنقسم المساحة بقى على 8، وما يلي الارتفاع، الارتفاع المناظر
القاعدة اللي هي ألف ب يساوي المساحة اللي هي 112 على 8، يديني 28، لا مش 28، يديني 14 بقى، 14 سنتي إيه؟ سنتيمتر. ده الارتفاع المنازل للقاعدة إيه؟ ألف ب. قسمنا المساحة على الإيه؟ على القاعدة. آخر حاجة يا ولاد، عايز مساحة المثلث ألف هاء جيم. ألف هاء جيم ده مساحته هتبقى نص مساحة المثلث، لأن هاء منتصف باء جيم. يقول له بما أن هاء منتصف القطعة ب ج، إذا مساحة المثلث أ ب ه يساوي نص مساحة المثلث كله. نصه يا ولاد يبقى نص 56 ب 28 سنتيمتر مربع. كده فهمنا؟ كده نكون خلصنا تمارين الدرس كلها يا ولاد الموجودة في الكتاب المعاصر. أهم حاجة تذاكروا التمارين دي كويس.